على ما الزبده تسيح مع السكر خلينا نشوف مقادير عشان نكسب وقتنا. مقادير القرع العسلي، صينيه القرع العسلي بالمكسرات. المقادير على الشاشه. البطاطا الحلوه، فكرني بالقرع العسلي. بطاطا حلوه هي نفس الطريقه، ممكن نعملها قرع عسلي. بطاطا حلوه موجوده عندنا سليمه ومسلوقه، علشان اللي مش عارف البطاطا الحلوه، اخواننا في الشاب بيسموا البطاطس بطاطا. احنا في مصر هنا نقول على البطاطس بطاطس عادي، والبطاطا بطاطا. دي بطاطا، ومعانا بطاطس بطاطا مسلوقه، ومعانا مهلبيه، ومعانا شويه مكسرات وشويه فانيليا. حلو. المهلبيه دي شاطره فيها حليب ونشا، انا عاملها مسبقا اهيت. المهلبيه دايما طالما هتستخدميها في الحشوات، صينيه بسبوسه بالمهلبيه او بالقشطه، صينيه كنافه بالقشطه او بالمهلبيه، جلاش بالمهلبيه او بالقشطه، لازم تخفقيه جيدا بعد ما تبرد، تبقى معاك بالشكل ده كده اهو. حلو الكلام. بنحط السكر ونحط الفانيليا. الله، بس خلاص. ونقلبهم تاني. وانا شغال كده. زي الفل. ده الاهم. بنحط عليها المكسرات. ونقلب المكسرات على المهلبية. بالشكل ده كده. ونسيبها شويه في المهلبيه السخنه دي عشان المكسرات دي تطرى. عندي حله تانية بحطها هنا شديده الحراره. اخد البطاطا الحلوه دي اللي هي اتسلقت قبل كده بمعلقه بعيد عن البصل والثوم، واسقطها هنا. الله، شفت سبع الصوت ده كده اهو. حلو قوي. تمام. ونقلب البطاطا دي بالمضرب، وانا بقلبها بحط لها مكعب من الزبده. وخلي بالك استخدامك للمعلقه هنا ما يكونش فيها بصل وثوم. وتعالوا مع بعض نشوف هنعملها ازاي. شويه مهلبيه عليها، تقريبا نص المهلبيه، ونقلبها كده. الله، تسلم ايدك يا مغازي. شفت الحلاوه دي كده، ريحه الفانيليا فيها. نجيب طبق التقديم، قلب زي ده كده، بنحطه هنا. دنيا حلوه كده. والبطاطا دي هنا كده، ونشيل كل ده من هنا عشان الدنيا الحلوه دي ما يبقاش في زحمه. وتعالوا نغرف البطاطا دي عشان وقتنا خلص في عجاله. بناخد البطاطا دي كده. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ خدي معلقه من دي بس وادعي لي بالله عليك. عملتها تاني ازاي؟ جبت البطاطا سلقتها بالقشره، بردت قشرتها، خدتها هرستها، خليتها على جنب، خلصنا شغلنا، عملنا شويه مهلبيه من نشا وحليب وفانيليا وسكر. الله، الف هنا وشفا. ناخد المهلبيه اللي عندي دي كده، واوزعها بالتساوي على الوش هنا كده، بالشكل ده كده، معاها مكسرات طبقة تانية يعني، واسويها بالراحة. واخلي لون البطاطا باين كده عشان اللي على السفرة يسأل ايه ده، لا يفتكروا كاستر. وناخد المكسرات بتاعتنا الحلوة دي كده. الله عليك يا عم الشيف، حلو وبسيط وسهل وحاجة لطيفة في متناول الجميع. بس الحب هنا هو اكبر ماتيريال في الاكلة دي. داخل المطبخ تعملي حاجة حلوة.